خليني اقول لكم حاجه غريبه جدا. النهارده الاتحاد الافريقي نزل خبر اهو على كاف اونلاين عندكم يا شباب، المملكه العربيه السعوديه تستضيف كاس السوبر الافريقي توتال انرجايز يوم 15 سبتمبر 2023. هات لي يا ابني الخبر العنوان اللي انا بعته لك، شيل ده. المملكه العربيه السعوديه تستضيف كاس السوبر الافريقي يوم 15 سبتمبر 2023 ده على كاف اونلاين. ده خبر نزل النهارده يوم 15 سبتمبر، احنا عارفين السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا والزمالك بطل الكونفدراليه الافريقيه. اهو المملكه العربيه السعوديه تستضيف كاس السوبر الافريقي 15 سبتمبر 23. حلو كده؟ طيب الغريب ان المستشار تركي آل الشيخ، حتى اقرا لكم الخبر، يعني اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد السعودي لحظه واحده يا شباب، لحظة واحدة يا شباب، لحظة واحدة يا شباب. طبعا الخبر ده بتاع السنة اللي فاتت، أنا آسف مش السنة دي، ده خبر السنة اللي فاتت. هتقولي تاني؟ ده الخبر بتاع السنة اللي فاتت اللي هو بتاع 15 سبتمبر 2023 وقت ما لعب الأهلي مع اتحاد العاصمة. وقت ما الخبر ده نزل اتقال إن السعودية واخدة حق الحصول على كأس السوبر الإفريقي 3 مرات. فوجئنا النهاردة رغم حالة الشغف اللي كانت عنده باستضافة مباريات الأهلي والزمالك بأي شكل، لدرجة إنه كان عنده رغبة شديدة جدا في استضافة الأهلي والزمالك حتى في الدوري، وقبليها كأس مصر كان في السعودية أهلي وزمالك شهر مارس اللي فات، فوجئنا ببوست للمستشار تركي آل الشيخ بيقول فيه إيه بقى؟ غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الافريقي ولا نية لنا لذلك، ولا نية لنا لذلك. هو البوست ده محزن ومفرح. محزن لانه احنا ما بنعرفش نتعامل لما يكون حد عنده لهفة وعنده تقدير ليك، احنا بنتحول كده بنتفرعن. يعني الراجل كان عنده استعداد لتسخير كافة الامكانيات في شهر مارس اللي فات لاي ايفنت مصري واي ايفنت اهلي وزمالك اتلاقى في السعودية، لدرجة لما قالوا له في الدوري، اصل الماتش بتاع اهلي وزمالك في الدوري ده اللي زمالك كسبه لو تفتكروا 2-1، الاهلي هيلعب بعديه رايح ماتش لمازيمبي، قال لك نجيب مازيمبي يلعب له في السعودية، نبعت لهم طيارة ونديهم مليون دولار كمان، او طياره خاصه تروح تودي الاهلي هناك، تطلع من 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 السعوديه. يعني الراجل عايز يوفر كل الامكانيات والماتشات تتلعب في السعوديه. احنا هنا اللي قال لك لا، ازاي احنا اتمنظرنا عليه جانب الزمالك، اتمنظر عليه في القصه دي، الاهلي وافق والزمالك اتمنظر عليه، مع ان الزمالك كان بعت الموافقه ومش عايز اعيد الكلام تاني. المحزن ان يقول كده، ان الراجل الشغف اللي كان عنده بالرياضه والكره المصريه احنا قفلناه له. فانا بطلب منه التراجع عن الفكره، حتى لو مش هيستضيف السوبر مش مهم، بس احنا فكره ماتشات اهلي وزمالك لما بتتلعب في السعوديه او في الامارات او في قطر او في المغرب او في اي دوله عربيه، هي فكره غير التسويق كماركتنج، يعني هي فيها نوع من التلاحم بيننا وبين بعض. انا بحب كده، يعني بحب اشوف اهلي وزمالك بتلعب في الامارات، بحب اشوف تلعب في السعوديه، بحب اشوف ماتشات لنا تتلعب في قطر، بحب اشوف، بشعر كده بنوع من الالفه والود.
فانا بطلب من المستشار تركي قال لي الشيخ سيبك من الفلوس وسيبك من الماركتنج ومش ده المستهدف، لان احنا مش مستفيدين من الكلام ده حاجه، احنا بتوع الميديا او بتوع او الجمهور يعني، الانديه اللي بتستفيد. لكن حتى لو في حد اخطا في تصريح او حد قال كلمه فيها نوع من الكلام السخيف، او حد اتمنظر، او حد يبني بطوله على السوشيال ميديا، كل ده كلام صغير في الاخر. العلاقه اللي بيننا وبين السعوديه وبيننا وبين الشعب السعودي والكره المصريه مع الكره السعوديه والتاريخ وكل الكلام ده اكبر كتير جدا من حد يكتب على السوشيال او حد يطلع يتمنظر في مداخله. فانا بطالب المستشار تركي آل الشيخ وارجو ان هو يعني يحط هذا الطلب في الحسبان، انه لا يفقد شغف حبه وعشقه، وانا عارف مش بس للنادي الاهلي، للكوره والرياضه المصريه ودوله مصر بشكل عام. انا عارف ده كويس جدا جدا يعني من كواليس. لكن برضو البوست ده مسته في حاجه، ان انت كده بقى عندك فرصه تستضيف كاس السوبر في مصر. واحنا كنا بنقول يا سواء، انا كنت متوقع كده ان اهلي وزمالك، اهلي بطل دوري ابطال افريقيا من شهرين ثلاثه قلت كده، والزمالك بطل كونفدراليه من شهرين ثلاثه قلت كده، والسوبر المصري في قلب استاد مصر بالعاصمه الاداريه. يا سلام، ايه الـ 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 اليوم المبهج العيد ده.